اليوم راح اسوي زبيدي وشوف الطريقه معك. كل الاغراض من شركه توصيل كاي، كل لويا داخل. مكونات زبيدي: بصل، ورق كاري، جزر مبشور، زرشك، خلطه تندوري. راح اخلطها، راح ادهنها بالزبيدي. اول شيء راح اجيب الطاسه واحط التندوري داخل، شويه زي زيتون، واخلط كل شيء مع بعض. انا سمعت الملح وخالص، الحين راح اخذ شويه من التندوري وادهن فيها الزبيديه. الحين راح احطها بالفرن حراره 200 فوق وتحت مده نص ساعه الى 45 دقيقه. عاد انا اشوف واقول لكم. طدها الحين بحط بصل قطع صغار احمر، بحط جزر مبشور، بحط ورق كاري. اللي زاد من التندوري بحط كبشه كبيره او قفشتين او قفشه ونص، كيفكم. الحين نحط العيش، هاي نصب الماي فوق العيش بصانتي، نحط ملح. اول ما يصير فيه فتحات نقصر عليه ونخليه على نار هاديه من 20 الى 25 دقيقه، وشوي نحط عليه زرشك. نشوف العيش تقريبا سبيتي خذها تقريبا نسبيت تقريبا نص ساعه ل 45 دقيقه على الحراره 200، وهذه قليتها. طبق وايد وايد شريف، عليكم بالعافيه.